باش نستافدوا من هذه المؤهلات وننميوا هذه المدينه ونحاربوا الفقر ونجيبوا مستثمرين باش هاد الوليدات اللي كنشوفوا غاديين كل نهار للمدرسه يلقاو من بعد فين يخدموا. جديده عندها مجموعه من المؤهلات سواء في السياحه ولا في الصناعه ولا الفلاحه، ولكن ما كاينش اي رؤيه محليه واضحه. حاليا كيجيني ما كاينش اي توافق بين الدراسه وفرص الشغل اللي كاينه. مثلا دابا في الحي الصناعي كاين خصاص في الناس اللي دايرين الالكتروميكانيك، ولكن كتلقى شعاب اخرى اللي ما كاينش فيها فرص الشغل هي اللي عامره بالطلبه. خصنا اولاد المدينه نكونوهم باش يخدموا هنا ويكون استقرار ديال اليد العامله باش المستثمر كيكون مرتاح. ما كيقولش هاد السيد غادي نكونو ومن بعد غادي يرجع لبني ملال حيت عائلته تما مثلا. عاود ثاني نفس المشكل بالنسبه للرياضه والثقافه، ما كاينش شي توجه ولا شي استراتيجيه. يعني كنديروا واحد الملعب كيتكلف به واحد السيد كيجمع الفلوس في الاخر ديال النهار وصافي، ما كاينش احصاء، ما كنكتشفوش شي موهبه. ها هو مزرع عفيفي كاين، ولكن واش كاين شي برمجه سنويه؟ شحال كاع ديال الناس الجديده كيدخلوا يتفرجوا في شي مسرحيه تما؟ ما كاين شيء. بالنسبه للصحه عندنا دابا مستشفى اقليمي تبنى ماشي بعيد بزاف، ولكن داير بحال شي كوستيم كبير وزوين، والدات اللي غادي تلبسو ضعيفه. يعني البنايه كبيره والتجهيزات كاينه ولكن الاطور ما كافينش. انا لاحظت حاجه اخرى في الجديده، هي انه ملي ولات شركه خاصه هي اللي مكلفه بالنفايات، ولينا كنشوفوا الشوارع الرئيسيه اللي كيدوزوا منها المسؤولين نقيه، ولكن الاحياء الاخرى مهمله وكيبقى داك الشيء كيتجمع. نقطه اخيره بغيت ندوي عليها هي البنايات التاريخيه في الحي البرتغالي وغيره تهدمات. ما يمكن لنا غير نتاسفوا فاش شي موروث قديم كيضيع بحال هكذا. انا يوسف الزاهدي شاركت في القافله ديال 100 يوم 100 مدينه في محطه ديال مدينه الجديده.